حضرت. عايزين رأي حضرتك في الاتحاد، في تشكيل الاتحاد النهارده. الحقيقه دي حاجه جميله جدا ان احنا نشوف حاجه زي كده، لان انا متمسك بحاجه اسمها ميثاق الشرف الاعلامي. فهم لو كانوا يقدروا يفعلوا هذا الميثاق الشرف الاعلامي، وخصوصا بالنسبه للاعلاميات، دي حاجه هتبقى مشرفه لمصر والدول العربيه كلها. ايه الدعم اللي ممكن نقدمه للاتحاد؟ والله لو كانوا عاوزين اي تدريب للمذيعات او حاجه زي كده، انا الجامعه بابها مفتوح، MTI والاكاديميه للي عاوزين يتدربوا، يعمل لهم سكاشن مخصوصه ونظام مخصوص للتدريب. نعتبر ده مساهمه من حضرتك في طبعا، وانا نبقى سعداء بكده يعني. حضرت اقوى موقع فني في مصر.